اقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مره احب الساعه بالساتسفاكتريون. طبعا اللي انا سويته مثل ما قلت لكم، لحظه خلينا ناخذ السامان ها حق الابجريد، اخذ الكل اخذ ال... اوكي فل عندي. نبغى بيبات، بعد بيبات ما ظني نحتاج 150. خلوني افر توت مصفر، ما نبغى توت الحين، خلينا ناخذ 100 هذا. كم خذنا؟ عندنا 100، 200، 200 من هذا. بقولكم شو سويت الحين في دقيقة، بس خلوني أوصل مكان مرتفع. خلني أخذ الدري فوق البناء الباني. بنيت هني اللي تشوفون فوق، وين قلت لكم كان في نحاس آخر مرة، بس ما موصل لكهرباء لأن كهربتي ما تكفي. حلو، وهالاثنين حطيت لهم مخازن، ومخازن مثل ما قلت لكم بفر. شو مبدأ البفر ولا المجمع هذا؟ في حال استوى شيء يكون عندي مخزون دائما جاهز من البليت هذا، مخزون من كل شيء، وعقب كل شيء يكون في مخزون. خلني اوديكم المكان الثاني الجديد. انزين، المكان الثاني الجديد اللي سويته هذا مكان الارضيه اللي هو الكونكريت. شو لحظه، خرسانه. اوكي خرسانه، سوري يا شباب، والله احاول اتعود على اسامي بالعربي. تعرفون كل الالعاب تنزل بالانجليزي، وخاصه البناء والمانجمنت اللي عندنا، والحين العوزون ننزلوا اللعبه بالعربي، بس والله فرصه طيبه عشان نخلي عوايدنا اللي ما لها داعي هاي. انزين، الحين اللي علينا نحن نسوي شو قلنا بنسوي هالحلقة، قلت لكم بسوي، بس خلونا لحظة، لأن هاي اللعبة بتشوفوني أسوي هالحركة وايد، لأن لو تعرفون كم مرة سوت علي كراش، والله إنه شيء مش طبيعي. إنزين، نحن الحين التير الأول كيف بنخلصه؟ بنسوي لنا يا أصدقائي هذا اللي هو الواير، بس اللي ناقصنا يمكن الواير فقط، باقي الشغلات كلها عندنا. زين، شوفوا ما عندنا أي مشاكل. اللي بنحتاج نسويه سلك، ال 200 سلك الموجودين عندي يكفون، مفروض كفاية. وبعدين بنحط مصنع طاقة جديد. الحين شو الحكمة من هذا كله؟ يوم نفتح التير الجديد ولا المستوى الجديد كامل، اللي بنحتاج نسوي ان نحن نجيب فحم. الفحم راح يريح كل مشاكلنا تماما. بس انا بس خلاص، كم سلك عندي كفاية. انزين، هل نحط الاسلاك هاي؟ وشو يبى هذا؟ خرسانة يبى 30 حبة خرسانة، ما عندنا مشاكل. سويت أنا خط إنتاج وخليت شوي ينتج عقب يد. إنزين، خلنا نعطي أخذ الكل كامل، ونسوي خرسانة، ونسوي عندنا هني نكمل البحث الأخير. البحث الأخير برويكم حركة حلوة، ترقية. ترقية صح، بس في عندي هذا للحين ما يبين عقب ريبو روبوت. شو يسوي الروبوت هذا؟ الروبوت هذا يروح، ولا الحين ابيه بيج انترسكب. عاوزوني ليش هذا بالانجليزي، ليش مش بالعربي؟ انزين، شوفوا هذا بين الحين، هبي بلنا ابحاث. انزين، اللي يانا جديد، واحد من اهم الشغلات عشان الباني اللي نحن نبغى حق الخاص، مصعد الفضاء اللي لازم نسويه. ومصعد الفضاء بسويه تحت، له مكان، قلت لكم المصنع في النهايه بيكون تحت صح؟ هذا مكان مؤقت حق الانتاج حصلناه. خلي احط لكم قاعده المصنع. زين، براويكم شو قصدي في قاعده. لحظه، خلينا نحط اول شيء الاساسات. حطي هذا هني، وحطي هذا تحت. اوكي، الاساسات راح تكون، انا اللي بعرفه اقدر اكسر هاي سؤال. لحظه، انا عندي هذا صح؟ مش سالفة شي، السالفة أساس إذا حطيته فوق. ياس أفكر، بخبركم شو أفكر. أفكر أحط الأساس هني زين، وأرفع الأرضية فوق بالطريقة هاي. الأرضية نحن ما بنشوفها بعدين، ليش؟ بخبركم، لأنه بيكون في مكان نطلع وننزل منه. شوفوا، بيكون بالطريقة هاي. هذا بنشلهم في وقت لاحق، يعني قلت بنحط هنا ارضيه على اساس نقدر ننزلها، وطبعا من الجوانب بتكون مسكره ما بيبين اي فراغ. ونحط لنا ارضيه بالشكل هذا فوق، احسه بيكون حلو، احسه بيكون وايد اوكي اذا المصنع مرتفع. لان الحين ابراويكم الخطه، انا بس بحط وياكم هاي شو اللي فوقي، والغطى علي الشمس، والله جرافكس ان هذا يمر يغطي علي النور، والله صراحه انا اشوفه شيء روعه.
لا يمكن تحمله يعني، ما عندنا. المهم الفكرة العامة ان انا اجيب السبيس اليفيتر ولا مصعد الفضاء، هذا هو بالحرف اسمه مصعد الفضاء، انزين، ونحطيه هنا، وهذا يكون مركز المصنع مالنا، ويكون عندي مصانع على اليمين، وهذا بنستفيد منهم كلهم طبعا داخل المصنع، من داخل بيكونوا ما حد بيشوفهم تحت، وهذا الطابق الاول بيكون، وبنمتد على هذا الاساس في المصنع، وحتى اللي هناك هذا بيمتدها، يعني هذا بينشل، هذا بيتم داخل، بيستوي ممشى حوله، ممشى بتشوفونه عقب، لانه بنفتح المماشي نحن بعدين. انا كان مفروض اسوي لكم والله في البيت فيديوهات الصراحه، و صراحه مقصر، المفروض اسوي لكم في البيت فيديوهات. خلينا نشيل هاي في الدرب حق بترول. انزين الحين الشيء الثاني اللي بنفتحه شو نحن يا اصدقائي؟ مش الخدمات اللوجستيه، لا والله الخدمات اللوجستيه بعد مهم، ممكن نسوي، شوفوا هذا في درجه هنا والسوالف، وفي التير الثاني تجميع اجزاء بعد عندنا، وعنده هنا منصات قفز، بسوي سوالف هكذا. ايوه هذه المعابر، شوفون اللي اقول عنكم، حوله حول المباني اللي بتكون داخليه تحت شو الموارد، على اساس كنا عندنا مصنع صغير داخل. انزين المرحله، انا اشوف هنا في غلط فوق، لا 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 ما في غلط، صح مرحله ثلاثه، بس هو التير ولا التير، تير ما يتغير، ما اسوي بالعربي، ازاله العقبات اسوي هذا، لان لو سويت هذا الحين تعرفون شو بيستوي؟ بيجيب خشب بسرعه حق الطاقه، بس مشكلة انا لازم اخلص مصعد الفضاء، واذا بخلص مصعد الفضاء شو يبالي؟ لازم اني اول شيء هني، شوفوا في شفت كليك يمين، حركة حلوة في اللعبة، نضيفها للمهام، نشوف على اليمين نحن شو نبغى. يبا 5000 خرسانة، يخرب بيته يا جماعة، 5000 خرسانة، 2500 روح حديد، 4000 قضيب حديد، و1500 سلك، ها كله مو مشكلة، ترى هذا كله مش مشكلة على فكرة. الحين خلنا نسوي نحن وقود حيوي، زين يبغالي 500 150، لان نقدر نسويه الحين لان عندنا انتاج، اوكي. بس تعرفون شو بسوي؟ خلنا نفضي الشنطه مالي، لان شنطتي فوضى بشكل لا تتخيلونه. هذا ما ابغى، هذا ما ابغى، هذا خله عندي، هذا ما ابغى حاليا، هذا ما ابغى حاليا، ورق اباهن هذا خله هنا مو مشكله، درع فضائي ابغى كل بسوي منه، خلاص الباقي اباهن بخليهن. الحين البقريدات الصغار اللي بتفتح لنا شغلات حلوه بنسويها، اوكي، لان هاي الشغلات نحن نحتاجها. يا سلام، خلنا نسير هني، غير يوم واحد انتاج يكون فنان ياخذ من هني. انزين الحين لازم نسوي محطه كهرباء طبعا، اساس نقدر، خلنا نوصل محطه الكهرباء في الاساسيه، لان كلها راح يغذي مكان واحد، ف هذا بروحه يسوي كثرها الاثنين مع بعض، يعني الصرفيه بتقل عندنا. زين خلنا نسوي الطاقه الحيويه هنا عند باقي الكهرباء، زين، والنيب كيبل نوصله في السيستم هنا، اوكي، لان هناك مفصول عندنا، ليش موقع الهدف غير صحيح؟ كيف موقع؟ خلنا نشيل لحظه، في مشكله في المكان. زين خلنا نحطيه هنا في الزاويه، هذا بينشل ترى قريب، مش وايد بعيد، يعني ماكسيموم بتشوفون حلقة غير. اضبط الطاقة، موقع الهدف غير صحيح. ايوه ايه. انزين. هذا بنحطي عندنا فيول. عندنا فيول شوي. بنحطي فيه فيول. اللي هو بترول. انزين. شوفوا كمية البترول اللي راح تنتج عندنا. هذا 40 ميجا واط. هذا واحد وقف. هاي اللي وقف وهذا غطى. لحظة لازم نصنع بترول. عيل تعرفون شو؟ نحن شو قاعد نسوي ابجريد حق شو؟ حق هذا؟ وقود حيوي؟ لا. نبغى اراويكم شو؟ اللي هي وين صار؟ إزالة العقبات منشار، شو يباله؟ اللوح الحديد المقوى هذا وايد يباله. بس تعرفون شو؟ خلني اسوي هذا، لأن هذا وايد 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 مهم ان نسويه. فأول شيء بسوي كيابل دام انه عندي، زين، على اساس انه اشغل السيستم، لان الوقود الحيوي هذا وايد زين. واذا بتشوفون انتم كيف الحين، هذا قبل الوقود الحيوي هكذا، بتشوفون الحين كيف اشل هذا، بتنصدمون والله، لانكم تنصدمون، بتقولون يا خليل كيف الطريقه هاي؟ لو حديدي مقوي ابا 10 صح؟ مقوى، انا اسف، اللي هو رينفورس ستيل بليت ولا شيء، ايرون بليت. زين
لو حديد مقوى خلنا نسوي كم قضيب يبولنا؟ قضبان عندنا هناك مسير النيبل الحين ما عندنا مشكلة، حتى لو نقص هنا ما في مشاكل. فبنحطي أول شيء الحديد اللي ما نباه 10 مقوى بنحطي، ونبا نحنا حق أسلاك وكيبلات صح؟ لا نبا حق أسلاك بس، حديد مقوى عندي في الشنطة وما حطيت، بس بيب لأنه ما يكفي اللي موجود. إنزين، لأن هذا الحين لو أنا سويته شو بصير أجيب خشب، هذا كل المنطقة هي بخمها كامل، براويكم الحين. بيكون أوكي، وبعدين بنشغل هذا وبنخليه يتجلى منه أسلاك وغيره، اللي هي بتروح للمصنع الجديد اللي شفت وين حطينا أساسه. أوكي، أنا تذكرت أن هذا مو بشغال أصلاً. بيكون معنا شوي أن النيبة ما عندي نحاس. الطريقة هاي غير عملية أبداً 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 أبداً. هذا معناه تعرف مش لازم نسوي، لازم نخمم الحشيش اللي هنا كامل، وخل المصنع يبند براية. بس تعرف مش بسوي عنا كيابل صح؟ حطي خط الطاقة هذا في خط الطاقة اللي شو تحت، عم بشغل المصانع كلها، بيبند المكان كامل براية. انزين، وشو ناقص الحين؟ هذا شغال صح؟ اوكي، هذا بند حلو، اليوم يبند احسن، اساس انه اذا ما يقدر الكهرباء تشغل المصنع نحن ما نبتلش في شو في سالفة. خلنا نسويها نصين، نحطي نص هني ونص هني، اساس ما يصرف واحد كهرباء على الفاضي. على فكرة اذا حس انه يكفي يشغل بروحه، ما ندع تعبون. الحين بيستوي اخضر كله، كل شيء اخضر بيستوي، لان مفروض الكهرباء تكفي كل حد الحين، لان عندي 3 مصانع كلهم شغالين. ايوه، شوف الكهرباء كيف الحين، امورنا طيبه نوعا ما، بس ما بيكفينا وايد ترى. هذا معناه انا اظني سعه الكهرباء عندي، خلنا نحسبها كم كهرباء عندي زايده. شوفوا انا جالس انتج 60 وعندي 44 استهلاك صح؟ كونسومنج ليش ما كتبوها استهلاك؟ يستهبلون هذيل. خلنا نشيل كل البيبات، نشيل كل هايل، ونبى حديد مقوى. حديد مقوى نبى، لازم حديد مقوى، ما ينفع بدون حديد مقوى. زين، انا عندي شليت هذا فرمته صح، خلني احطي هذا. تعرفون شو بسوي؟ لازم احطي اصلا، لازم اشيل هذا. لا مش لازم اشيل هذا، لا اوكي بحطي وين المصهر؟ هذا هو المصهر، لان انا محتاج مصهر مفقود سلك 8. انزين، اساس ما اروح وارد كل شوي، حتى التصنيع يدوي بنحطيها حق الطوارئ عقب بشلها. انزين، بنسوي سبايك نحاس من اللي عندنا. انزين، وبنسوي اسلاك، وكان يبغى سلك الحين صح؟ اوكي، خلنا نشوف الحين كفينا. هي كمان يكفي، وبنحطي هذا بالطريقة هاي. الحين مش انا وايد مركز، تبون الصدق كيف الاشكال والهذا. الحين انا مركز اول شيء على العملية، لان المصنع هذا كامل راح ينشل ويروح وين اخر شيء؟ حاوية التخزين. خلنا نشل نعكل كل الحديد اللي يطلع هني ويروح صوب المصنع مرة ثانية. خلنا نحطي هني، خلنا نحطي عمود كهرباء من هني، نوصله وين؟ من هناك لين هني، لان ذاك ما بيتحمل اصلا هذا. وبنشل من هذا، نحطي كهرباء حق منو؟ المصهر اللي هو راح شو يسوي لنا. لحظه، اول شيء هو دش على مصهر؟ لا، وين دش هو؟ اول شيء مصهر يا حبيبي، انا مضيع. سوري 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 سوري، كنت بحط لكم مش مصهر يا جماعه، بحط لكم بناي. اي بناي باني، وين صار الباني؟ الباني شوف عندي مواد حقه، لا مفقود 3 لو حديد مقوى. بنسويهم الحين ما عندنا مشكله، بعد ما نطور المبنى وكبر اصلا. لحظه، عندي حديد مقوى صح؟ هذا سهل نسوي سلك على طول ترى، انا ما نستهلك وقت اهم شيء. حتى اللي فوق هذا صار قاعد يشرب ماء، يعني ممكن اعرف في متابعين يضايقون، انت تشرب ملوع كبدنا كذا، فسوري يعني واحد
قاعد اتكلم انا بالساعه هني لو سمحتوا، يعني لا تزعلون يعني، لان في ناس تزعل فعلا. انزين خلينا نسوي الاسلاك هني 250 سلك صح؟ احنا عندنا مال 250 سلك؟ اخاف انه ما عندي مال 250 سلك ويت. انزين ان شاء الله بكفي، ان شاء الله بكفي. اوكي حلو وايد زين. ونباه قضيب يبنى، قضيب ما يبنى، يبنى هي. نباه هذا ونبى سلك مقوى. خلنا الحق نشوفه، شوف 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 العجيب روبوت الشخصي هذا يا حبيبي. سلام. زين الحين خلنا نسوي لنا المنشار، ابى اراويكم شو بسوي فيه. مش هذا، ايوه يبغى براغي، يبغى 15 كيبل مثل ما قلت لكم. كليك يمين، ما بقى 10. ليش يحسب لي 10 غصب؟ ولا قاعد يحسبها مع مال الفضاء منشار؟ ما با شو يبا؟ ليش يبي حديد اللوح مقوى حق هذا؟ على فكره بروحه يبى له بترول، بس بنسوي له بترول وبنصير. لحظه، مال البترول شو يباله؟ خليني اجيب له سامان، انا بخبركم على اساس نختصر الوقت. ايوه هذا سهل النيبه، البود مالي بيرجع. زين قريب، خلنا نسير، بنسير هناك وين. لحظة، انت عندك شيء؟ انتاج 90%، حلو. ما فاضي، هذا ما بينترس الا اذا منه انترس. طبعا ما في كهرباء، بس مش اوكي، مش اوكي. كنت بقولكم انه شيء اوكي عادي، بس لا ما عندي انتاج، لازم كهرباء تتم شغالة. شوفوا جزء كبير من الموضوع ان نحن نخلي كهرباء شغالة اللعبة، يعني اذا نبغى نسوي اي اوتوميشن. حسب كذا انا ياسر اقولكم من البداية شو. لحظة انا اشك في اللعبة، لحظة سيف جيم تأكيد حفظ اللعبة. ليش هني حفظ اللعبة وهني تكتبون حفظ تأكيد؟ يعني ما قدرت ترجمة مالها مش كاملة، بس وايد زين، وايد زين، يعني وايد اوكي انه يكون عندي شو في ترجمة على الاقل، افضل من انه ما يكون عندي ولا شيء. خلنا نجمع الحشيش هذا، شو اللي ما عنده فيول؟ خلنا نشوف منه ما عنده فيول، هو منه ما عنده بنزين. خلنا نشوف 60 بس، كلها اللي يبته 60 اخر شيء. وبس من النيب المنشار نحن الحين. لحظة منشار شو يبغى؟ لحظة خلنا نسوي منشار وفك عمري من الصدعة. اوكي قلنا 10 حديد مقوى، براغي اوريدي الحين بسوي، ما يبغى له شيء، وكيبلات ما يبغى له شيء. بتشوف كم وحدة هناك اول شيء، يمكن نقدر نسوي صح ولا لا؟ لان الحين من اللي ناقص هذي، انا متأكد. لا مش هايل، انا اسف، طلع هذا ما عنده، لان الشجر بيعطينا شو؟ الشجر بيعطينا وايد. خلي شغلهم شوي، نباهم شوي نحن. خلني بس قضيب وبليت وصفيحه من وين؟ من هني على اساس شو؟ هني على اساس نحاول انه ما ينقصنا. الحين بنشل كل شيء ويانا، بعدين ما بنشل كل شيء ويانا، بعدين شوي يستوي كل شيء بيجينا. اوكي خلنا نشوف هني كم يسوي لنا هذا. قلنا نبا هذا 1 2 3 سلك مخوى كم يسوي؟ 150 بس. سوي كيبل 20، انا يبقى 15 صح؟ اوكي ويبقى اسوي له براغي وصفايح الحينة وبيستوي كله. اوكي وبراويكم المنشار شو يسوي. خلنا يجمع كل شيء، كل شيء مره مره في الدرب، كل شيء عشان تسوي حشيش. والله زين ان الشيء شجر وايد، هذا معناه شو راح يستوي؟ راح الحين يكون سهل. لا بحليد حديد مقوى، مسامير، نبى 10 حديد مقوى حقه، بيكون فنان ترى. والبترول اللي قاعد يجمع الحين حق المنشار، مش حقه منو؟ حق المصنع. المصنع الحين برايه، الحين اخر هموم المصنع. بس خلنا نشوف اذا اقدر اخلص المهمه مره واحده زين في اللي عندي. بس خلوني اول شيء اسوي الحديد المخون، هذا منشار ناقصني 160 برغي. خلنا نسوي 160 برغي، المفروض ينزل ل 400 ل 350. اوكي بس اوكي 160. ناقصني 4 براغي. لحظه
يعني كان قياسي شبه صحيح. ونسوي لنا منشار. شوف الحين المنشار شو بيسوي. ها والله بتسمعوا على المنشار انتوا. صبر منشار، خلينا نلبس المنشار هني. طبعا بنسوي شو كتلة هذا وكتلة هذا وهذا بنشت. والحين نبغى نسوي نحن مرفق هذا حق الوقود الحيوي. شوف الحين شو بنسوي. شوف الحين كيف اللعبان تستوي. لازم ما يستوي اي حديد. انا غلطان. لازم اخلص اللي فوق ولا ما اقدر. بس عندي معظم الموارد صح. 150 بليت هي عندي تقريبا. طبيب مفروض انه يكون جاهز، واذا مو بجاهز عادي بنشل الحين من اللاين شويه. ممكن نسوي والله لحظه، اذا حصلنا المواد الحين. شوف القضيب بينقصنا شوي بس مش قضيه، لان المخزن ما كان كافي. هو لازم ما يوقف، لان نحن وايد قاعد يوقف عنا وقاعد تستوي عنا شوي مشاكل ثبت منو الكهرباء. وانا ما اقدر الحين اشغل هذا الا بشو، الا بترول. فانا غلط غلطه ان توقعت ان هذا يشتغل بشو، بالبترول العادي نفس ذاك. فخلونا نشغل المحطة مال ابو. نبغى 3-4 دقايق نحن ولا شيء من هالقبيل صح. جمع حشيش عادي، بتون انتو هني جمع حشيش بيكون اس فيري نايس. زين تعالوا هنا. ها شو شي فيه وايد حشيش. كم صار عندي بعد ابا؟ انا بعد 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 شل مال مره واحده عشان ما يصير ورد كل شوي. هو بصير برد اخر شيء، بس عقب شو الفرق كل شيء اللي في وجهنا بنخمه. هاي وايد زين الحركه حق متى، حق بس بدايه ان نطلع الفحم يكون المصنع شغال على الاقل. انزين الخطة ان هي نحن على الحلقة الجاية مفروض انكم مسوين شو، مصعد منو؟ مصعد الفضاء. اذا سوينا مصعد الفضاء بنفتك من وايد هموم، لانه بيفتح لنا شو بعدوني اللي هو الفحم. بنصير اني بفحم لو من اخر الدنيا عادي ما عندكم مشكلة. هذا شو اللي هنا صح؟ ما ادري والله، بس استوى عندي بترول ما في كفاية مؤقتا تقريبا. بنسوي مصعد الفضاء وبنصير اني بفحم. عقب ما نجيب فحم بيستوي الانتاج على كيفكم. تعرفون شو بيستوي؟ بيستوي بنركز على سرعة الانتاج، ما بنركز على شو. خلنا نسوي بترول. ما بنركز على مثل ما تقولون كهرباء وهذا. الكهرباء وايد ياخذ من الوقت والفكر. ابى اسوي 200. 200 اكثر شيء يقدر يتحمله كل ماكينة. لتسي ونا خلنا نروح لتسي، خلنا نشوف هذا. انزين اوكي ممتاز. الحين هالكهرباء بيكفينا فترة كافية جدا ان نحن شو نسوي. بخلي عندي دائما برد عبي هذا. انزين هالتلوث يزيد قوة المخلوقات الفضائية بفاكتوريو. تحيدون فاكتوريو اللي شافه؟ دائما ارجع لفاكتوريو لان الفكرة الاساسية احسها من هذا بكبره اصلا فاكتوريو. يعني هذا احس انه كان فاكتوريو بس نازل مستوى ارضي شوي. زين الحين يمدينا شو نسوي، بس مشكله تعرفون مال الفضاء 5000 شو يباله؟ يباله 5000 هذا خرسانه. انا منتج 200 توه، الا اذا حط لي مليون حفاره وانتج مانوال يدوي يكون الانتاج. بنشوف بنزود الحين، بنزود الموجود عندنا، بنحاول نزود التزويد. زين خلنا نشوف هذا في 100. عطني هذا في 100 بخبركم شو بسوي، باختصر الوقت شويه حقنا. زين بصير بسوي هناك 150 بليت عندي، يبالي بس 100 قضيب، يبالي
ها في 100 نحاس مش جاهز. النحاس الجاهز وين؟ 26 يبالي 25 وايد. زين هذا معناه بسوي 125 قضيب وعندي انا شيء 60، هذا كفاني بالضبط بيكفيني. والباقي بسوي اسلاك، اسلاك ما بيكفي. اذا الاسلاك ما بتكفي مشكلة، لازم بسوي اصلا لازم ماكسيموم نكون على الاقل نكون مسوين الحين مصنع اسلاك و حركات، يعني لان الحين الكهرباء انتاج بيكون شغال. في تزويدات حقهم، يستوون اسرع، يستوون اقوى، يستوون ما ادري شو، يستوون بلاوي. يعني تخيلون الوضع مش تعبان جدا، الوضع ممتاز يعني. بس الحين من نبدا نقص الشير شوي بنرتاح يعني، لان اي شيء يستوي دقيقتين اخم كم شيره وخلاص استوى عندي بترول متروس. كم عندي؟ 299 المفروض هذا يكفي. لا ما بيكفي، بس انت بننتج منه يعني لين هلا نسوي هاي السبيكة بروحها ليش عالقة؟ لأنه إذا نحن بننتج بروحنا كل شيء بالطريقة هاي ما بنقدر نسوي شيء. فكرة اللعب أصلاً أوتوميشن، فكرة حلوة أصلاً الأوتوميشن، من أحلى الألعاب اللي لعبتها هي ألعاب الأوتوميشن. بس يعني مرات من أوفر. بتشوف كم يكفيني هني؟ يكفيني أنا عندي 380، يكفيني 130 أسوي. يعني يوم يستوي عندي 130 سلكة هني، أخلي 140 احتياطا عشان ما ينقصني ثلاثة نفس آخر مرة. زين بسوي 140 سلك وبرد باقي النحاس داخل، خله هو يسهر برايه مشكلته. مو بفايق الله أنا الصراحة قاعد أسوي هذا يدوي. زين خلني هني ونعطيه باقي النحاس شلة. يلا خلنا نصير 500، اي 500 وشي بعد من باب الاحتياط سويت زيادة. وش اخباركم بعد؟ شو مسوين في الدنيا وياكم؟ ما خبرتوني. زين خلنا الحين 500 150، عندنا 150 من هذا وين صار بيصير. شوف شوف عجيب فنان. Additionally, the biofuel blueprint will ensure improved fuel consumption. ايوه وقود حيوي. Additionally, you can now هذا اللي نحن نبغاه، هذا اللي نحن نبغاه ندور عليه دوار الحين. يا سلام شوف، خلينا نصير خم البقع شوي. يلا تنظيف تايم حتى هذا بيشله في دربي عادي. شوف 40 ما ادري كم اللي ينشل بيشله بالايه. شوف فنان والله، والله انه فنان. هذا بيضمن لنا يعني كمية وقود طيبة حق فترة طيبة، يعني بدل ما اقعد اسير كل شوي اضعاف اظن اللي جمعناه نحن هذا. شوفوا كم ورق اعطاني، 200 وشي، 98 خشب، 105 عندي. يعني هذا في رقمين يطلع في اللعبه، رقم واحد كم حصلنا، رقم واحد كم موجود اصلا كان في الشنطه قبل لا. ايوه انا قطع الشير كله. كم عندي؟ شوفوا على طول 400 هذا ما ادري وين. بس ورق لا، في خشب بعد، في 100 خشب هنا، 140 خشب. ترى فرق السماء والارض يعني. بس هذا ما يكفي كميات فيول ضخمه مثل ما تخيلون. بس الحلو في الموضوع مش بس يعني عندي هالورقه اللي ارمي اشيلهم، لا 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 لا، شفت الشير الكبار هاي؟ شوف شو بيصير فيهم. يقولون يا السلام وين الشير الكبار؟ الابعاد. خلنا نشيل كل شيء في دربنا نقدر نشيله، خلنا نشيله. شوفوا يا حبيبي خميت البقعة خم وتستوي الصحر هاي مع الوقت. صبر شوفوا هالمنطقة هاي يعني عادي رد دقايق اشله كامل، وشوفوا كم الفيول يكفي. وفوق هذا الفيول هذا يتم فترة اطول بشكل طيب يعني.
بشكل زين وايد يعني، مش انه خلاص الابد بيتم بترول، لا بعد بيخلص، بعد بيخلص، بس الحين احنا معنا كمية اكثر من كافية حق فترة طيبة. بس ببند المصنع شوية براويكم ليش يوم النيب هذا، عساس ما ضيع عيل الباقين اللي موجودين في المصنع بشكل غير فعال. شو بسوي؟ بشل هذيل لان هاي ما يعيشوا وايد صح، بشل هذا، بشل هذا وبحولهم لشو؟ للوقود الجديد، الوقود الجديد العضوي هذا حيوي، مش عضوي اسمه، بس 200 وشي كل هذا حق 200 وشوية. لا 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 لازم احول هاي الاول. اوكي سوري، شوفوا 1600 وما ادري كم، 600 وشي انا شوفوا كم كم صار عندنا، كم يا حبيبي يا حبيبي على الفرق. وبحطه الحين في الخزنة اللي يستوي وخلاص. هاي اللي يمكن يكفونا وايد ترى، يعني وايد وايد يعني فترة حلوة، لا مش ذاك الوايد بس فترة زينة. أكون واقعي شوية، أكون واقعي فترة زينة. ليش أسوي؟ لأن تعبت الشنطة، فهذا يأخذ بيقلل بيسوي لي مساحة في الشنطة يعني. بس يا حبيبي شوفوا البايو فيول غير الفيول الحيوي هذا. راح بايو يعني عضوي، ما اعرف بايو، لا مش لا مش عضوي، اورجانيك يعني عضوي صح، بايو يعني حيوي صحيح صحيح. مرات الواحد يضيع مع كثرة المفردات يوم التي يمين ويسار يضيع. ابا هني ينحفظ لحظة عشان ما يسوي لي انها النكبة. الحلو فيه على طول يحفظ. انزين خلنا نسوي هاي، نحولها قد ما نقدر، ما يستوي اكثر شو. اوكي الستاك الواحد 10 يسوي، هني اظن يسوي كل 4 يتحول للواحد وينتجهن على دفعات كبار. زين اول شيء خلنا نشغل المصنع في ال 600 اللي عندنا. زين لان المصنع مسكر وابا احط فيه بترول انه يعيش. خلنا نشغل المصنع الحين. ايوه هذا هو المطلوب الحين، لازم نسوي خطوط انتاج، لازم نسوي مصنع كهرباء ثاني. والله والله شكل لازم مصنع كهرباء ثاني، ما ينفع الوضع بالطريقه هاي، لان اذا ما سويت مصنع كهرباء ثاني مشكله، اذا سويت بالنكب واذا ما سويت بالنكب، لان مصعد الفضاء وايد يباله 5000 يباله بس خرسانه. بس ممكن نسويه نحن، نحن ممكن نسوي هذا يدوي يعني. اسويه يدوي والله قاعد اشاور اسوي انا، لان ما بيكفينا سرعه الانتاج اللي عندنا الا اذا اجيب اسير ادور مخلوقات فضائيه الحين وتشوف اذا اقدر افتح اصلا مال البحث. هذا بيكون موضوع ثاني، لان نقدر نسوي بحوث وهاي السوالف. فاذا سوينا بحوث وهاي الامور راح نقدر نجيب مخلوقات فضائيه اللي تبلنا اللي هي نفس تزويد قطع كمبيوتر، انا اتكلم عنها التسويد حق المحطه، تخلي الاجهزه تشتغل اسرع. فمثل ما تشوفون المصهر متروس داخل ما يلحق شو يذوب بالسرعه الكافيه، فاذا اجيب شيء ازوده، بس ما اعرف اذا بيفتح الحين ولا بعد مصعد الفضاء، لأن مصعد الفضاء راح يكون. أنا أول شيء أبغى حق السيراميك، والله حق مش السيراميك يا جماعة، الخرسانة، الخرسانة وايد مهمة. إذا قدرنا نجيب حق الخرسانة معناه نحن مصعد الفضاء ضمناه، لأن كل شيء ثاني أسرع. زين خلني هني ونشوف هذا الاندماج عندنا. شخصي ما نبغى، جدار ما نبغى، ثاني تجميع الأجزاء، دوار، إطار معياري، هاي بعدين، مجمع بعدين، منصات خفض، ممرات ما نبغى. لا لازم مصعد الفضاء اول شيء نكمله، لازم اول شيء نكمل مصعد الفضاء، لان الحين ما نقدر نسوي اي تزويد. فهذا معناه شو بسوي؟
لازم نسوي مصنع كهرباء زيادة، لأنه مستحيل خرسانة بالطريقة هاي يسويها. لحظة، المشكلة هني في المصهر ولا في منو؟ لو المشكلة في المصهر، لا والله قاعد ينتج قد ما يقدر. وهذا زين، هذا معناه شو بنسوي؟ بسويه بورتبل ماينر ولا ال، خلنا نشوف اسمه. انا توي محول اللعبة بالعربي فما لحقت احفظ. حفار متنقل 2، ما يكفي 2. زين بسوي 2، بنحط تحت وبنزيد الانتاج فيه كل شوي. شوفوا شو بسوي، بحطي هذا بيدي وخلنا نحطيه على الحصة. حفار متنقل ثاني، هذا تذكرونه صح؟ اول شيء سويناه بنرجع هذا في ايدنا، بنحط مصهر ثاني. بس خلنا نشوف انتاج الكهرباء. المصهر يباله 5، مصهر يباله 5 صح؟ عندنا 5، اي عندنا حق مصهر عادي. وبنسوي مصهر ثاني. شو يباله المصهر؟ او عندي مواد المصهر، نايس. بس بخلنا ننيب من هناك لان بنحتاج وايرات وهالسوالف حق شو؟ حق هايل. براويكم كيف نستعملها الحين، اللي هي وين صار الانتاج؟ ما كان الانتاج، كان هني. لازم نبحث نسوي لهم بحث هايل اصلا. اوكي نصير الحين نسوي لهم بحث، مش هني. لا عطني 200 ونبى حطي مجمع هني. يا ستشاور اسوي كم شغلة. لحظة، بنصير عقب بترول في التخزين. زين، وبنشل لنا حدايد وخضبان. زين، كم قضيب؟ لحظة، اوكي. وشو بسوي؟ هلا نشوف شو يباله الحزمة على اساس نقدر نرتب الامور، اللي هي خدمات اللوجستية. اي نعم، نباهن. صبر، انتو ما باكم، تعال انت روح هناك. حاليا ما باكم شيء هنا. انا باه، لا به، بحط كونستراكتر تحت مش مصهر، اللي هو ولا ثقيل، اللي هو البناء. زين، هذا يباله مسامير 1 2 3، لو حديدي مقوى 3. اوكي، بصير تحت بنزيد انتاج المنو هذا. لحظة، نحن عندنا كيبلات، خلنا نسوي 200 قضيب. موضوع يباله حسبة، مع ان الحسبة قدامي، بعدها يباله حسبة. احس اذا بدبلون انتاج اي شيء يباله حسبة. دائما الحسبة تكون شوي قايسة مالته الصراحة. كنت افكر اسوي اكسل شيت، بس بعد احس اني ببالغ في الموضوع على اكسل شيت. ما احس يمكن يحتاج الاكسل شيت نفسه، لان نحن اهم شيء عندنا احطه الحين برج الفضاء هذا. ما حطيته، ما منه فايدة. زين، دقيقة، 1 2 3 4، خلنا نشوف شو ناقصنا. ناقصنا قضبان وحديد. اوكي يلا، انا بني بهم، ام بعي بني، لازم اعدله في مرحلة من المراحل. الحين صابر عليهم لاني وايد مشغول. اوكي، اللي عندنا يكفي، نايس، حصلت انتاج يكفي. اوكي، بنسوي هاي على اساس نقدر نبني منو الزيادة اللي تحت. انزين يلا، 1 2 3، 200 200، سير فوق. يلا نحن بنسير تحت، نعدل الدنيا. انزين، بنحطي لنا بالانتاج الباني 1 مفقود، 2 كيبل. والله مش وقته مفقود كيبل، هلا تشوف مفقود شيء ثاني.
اوكي اثنين كيبل بس. اكل والله لازم انتاج توماتيك صراحة. من هالانتاج كابل 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 يفي. خلنا اول شيء هذا نشله، هذا نشله، هذا نشله، نحطي اول شيء خدمات اللوجستية فاصل متحرك اللي هو بيفصل لي الانتاج ما بين اثنين. اوكي وبحطي لي اثنين يبنون واحد هني بطريقة هاي، لا واحد ابى اطلعهم خط عدل زين، خلى واحد بالطريقة هاي خلى الثاني جنبه زين. نطلع انتاج هذا لوين؟ لهني. انتاج هذا لين هني، وفي عندنا مجمع هذا يفصل الانتاج، في عندنا واحد يجمع منه الانتاج. خدمات اللوجستية ناقل الاندماج سميناه، ما ناقل الاندماج ام حق اسم زين. نحطي هذا هني ونحطي هذا هني ونوصل المخرج ماله مع منه؟ مع السير مالنا. هذا معناه المفروض ان عندنا الحين دبل انتاج منه على الحسبة ان شاء الله ما في مشاكل، على الحسبة ان شاء الله ما في مشاكل. خلينا نقول لهم شو ينتجون. انتج لي خرسانة، انت انتج لي خرسانة اوكي. وبني باللي جمع هذا هني كل فترة بي عندهم بمر بشيل كل شيء وبحطيه وين؟ بحطيه هني، هو بيوزع من هني. ها بس يشيل 10 عاد خلنا انه هنا نعبيهم، وكل فترة بيجي بعبي هني شو كل هذا. ان شاء الله انه ينتج اسرع عاد ما ادري، خلنا نشوف يصرف ولا ينتج نفس الشيء. والله بعد انتاجه نفس الشيء، ها يمكن نقدر نحطي واحد ثاني ما ادري، بس انا بوايد خرسانات ترى، هذا شيء ثاني. بعد ان نحتاج كمية طيبة من الخرسانات. لحظة خلنا نشوف اذا نسوي هني بدل ما كل مرة اروح وارد واتلعوز. شو اسوي هني؟ اسوي لي مكان اركب فوقه. والله شغلانة بتكون، خلنا نسمعهم بعدين بتفاهم معه. What is next؟ خبروني. التالي تخزين الشخصي مانبا جدران متحركة الحين مش وقتك. وبعدين ناقل الدماج سويناه تخزين شخصي مانبا. لا تير 2 وين؟ تجميع الأجزاء. مجمع الحين ما أبغى. ومرات الحين ما أبغى. الحين يعني لازم نجمع حق منو؟ لازم نجمع حق هذا. ما في حل ثاني. نبغى 5000 مساعد فضاء. ايه مو 5000 هذا مشفر. لحظة وانا زغت والله اني من الصبح يا سحاتي. اوخ مصعد الفضاء ما يبغى له الكثير. انا شوف شفت الرقم 10 والله زين اني انتبهت. انزين هذا معناه 500 يبغى لنا بس. عيال خلنا نشيل هذا، نحن شبه جاهزين. عاد هالحلقة بتكون مصعد الفضاء، وبنسوي مصعد الفضاء سيده في المصنع الجديد. ها المصنع القديم برايه ما يخسرني فيه. بنسوي لنا، حطيت واحد تحت بالغلط بس برايه بشله بعدين. بشله لان ابى المواد مالي مش رخيص ترى. فبنحطيه هذا في نص المصنع زين، وبسوي نفس طريق تحت. افكر اسوي طريق تحت اذا عندي خربطه ولا خبصه ولا بلتس ما ابغى اشوف فن، ممكن اعقهن تحت يعني استر على الفضايح مثل ما تقولون. بس اخر صفه هني. خلنا نشيل هذا. اوكي شكرا. بنحط اخر صفه هني زين، وبنشوف اذا يركب عدل.
لأنها تقريبا بيكون وسط المصنع، بيكون وايد وايد اوكي مكانه. شوف اظن هي بيكون مكانه وايد زين. وين الجهاز التحكم؟ في جهاز تحكم ماله في نص المصنع. ايوه تقول مكانه حلو، هذا بيكون شيء فظيع نسوي ترى، شيء جميل. يا سلام والله لو تشوفون بس المخطط كيف بيستوي بتستانسون انتوا على المصنع، ادري بكم تحبون السوالف. انزين الحين اللي لازم نسوي نشوف الواح الصفايح واسوي انا الوايرات، لان الوايرات للحين ما في مصنع يسويهن، لان بنسوي نحن الفحم. هذا حق الابحاث، بعدين بندخل فيه ان شاء الله بخبركم ايش سالفته. انزين الحين ما نبي نسوي هاي، نحن نبي نسوي اسلاك. فاذا سنسوي اسلاك لازم نروح وين؟ مكان الاولي. هو المصنع هذا راح يكون ضخم، يمكن اسوي طوابق، يمكن اسوي هذا. بس في كل الاحوال اكتبوا لي انتم في التعليق انتم شو تحسون بيكون حلو، طوابق ولا ما يبالي 400 400. اوكي اهم شيء تم شغال. تحسون اذا سويت الطوابق بيكون احلى، او اذا خليته اوسع يمشي مع المدى اللي هو عليه، انتم خبروني. في كل الاحوال المصنع ارفع على الاقل طابق زياده، انا راح ارفعه ما اسوي لازم لازم. حتى اسلاك هاي ما تكفي، ترى يبا وايد اسلاك، وايد اسلاك يبا وايد شغلات. وللحين وين لحظه، بدل ما هذا كم كهرباء عندي زايده؟ عندي كهرباء زايده صح؟ الباني عندي ابني يبا 2 كيبل وحديد مقوى. لحظه عندي انا سامون، خلنا نسوي حديد مقوى هني. لحظه حديد مقوى 3، خل حد يساعدني لان اساس اني ما انتج بروحي. كيبل ابا، سوري اعطني كم من كيبل. اوكي انت يا صديقي انتج معي، ترى الناس للناس، انتج معي. البرتقالي وين يدخل في الانتاج؟ رقم 1. اخ اخس زين عادي، مش لازم يركب اول، اهم شيء انه يركب. ليش يعطيني الخط سيده؟ ترى شوفوا الدك كنترول المفروض انه يعطيني شو انه زين ولا مو بزين، بس هو فكره يبي يشفر على حسابي. نسيب الطريقه هاي، ايوه الخطين طلعنا الحين، الخطين يعني 100% متوازي هو نظريا هي. وانت تسوي له سلك يا صديقي، وانا بحط لك مخزن بالمؤسسه عاوية التخزين. لازم نسوي مكان اداري بعد، قسم اداري. زين وسير على حاوية التخزين. انت شو بتسوي لنا؟ اسلاك. شو ناقصنا هذا؟ سلك كهرباء منو لهني؟ شو اخبار كهرباء؟ اوكي كهربتنا شغالة والله، تتحمل بعد شغلات ثانية ترى، بس ما بتحمس وايد، انا اخاف تحمس وايد و النكب. فخلني محترم نفسي بدون حماس زايد. ها بيعبي لين 100. شوف هذا عادي ينتج اكثر، ترى ما عندنا مشكله. بهني بيطلع لنا بعدين التزويد، لازم التزويد وايد مهم. تبغى ترتاح لازم تزود، ولا ما تقدر ترتاح. هذا الموضوع كامل. الحين لازم نسوي كميه الوايرات. الوايرات كميتها وايد ضخمة، 1500، بس الحلو انها رخيص. يعني ما بيحتاج مني مثل ما تقولون الوقت الخرافي عشان اسويه. زين بيبقى لي مال ابو 500، بصير تشوف باقي الامور وبتشوف كم هذا جهز لي في هذا الوقت المصنع. رغم اسوي دبل انتاج بس ما ابغى، مش وقته، لان عقب هالاستثمار هالترتيب كامل راح يتغير ان شاء الله. نحن الحين مهمتنا منو؟
المصنع. لحظة، أنا ما أثق في اللعبة. كم مرة وقاعد أغير ما فيه. أكيد. أوكي. بس عشان نتأكد إن قاعدين نحفظ كل شيء. شوف المكان من الحين بيكون كبير. مش متأكد أنا 100% إذا التصميم راح يكون أنجح تصميم في العالم، بس أنا عندي شيء في بالي وبسويه الصراحة يعني. أخبار البترول، شوفوا كم تم، بعدها تو صار في 50. أنت كم باقي؟ لا والله يباله بعدها. لا، نحب بنينا هناك أرضية وايد، كان عندي أنا أصلاً 200 شيء. بس أهم شيء أنا شغال دبل إنتاج. هي شغالين. بس كان مبند لمدة ثواني، ليش؟ هذاك ليش كهربته صفرة؟ ولا ما يقدر ينتج؟ في مشكلة؟ شوف المفروض ما يكون في مشكلة. هلا بس نشيك. شوفي، هلا نشيل من هذا. ما قاعد يحصل يعني. ما قاعد يحصل كمية كافية. لهالسبب نحن حاطين هالاثنين، ان هالاثنين هم اللي راح يخليهم يتجوه حقنا وايد. هلا نحط فيهم هاي، نحط هذا، نقص شيء منه. خلنا نحطي دام اني موجود، خلنا احطي. وعندنا هني الانتاج يروح كله تمام، كله تمام، كله تمام. كله تمام. هذا بتملنا حديد، حديد على الاغلب اوريدي خلص يعني مفروض. وبتملنا البيبات اللي هم اسهل شغلات. خلنا نشيك على الحديد، ترى المصنع كبير حيل، كبير حيل. حديد خلاص اعتبره خلص، 30 حبة بيسويهم بسرعة. وهذا لا، البيبي باله شوي، البيبي باله شوي. بس الوايرات اسرع منهم انتاج. شوفوا شكله، من شكله يبين لانه ما ياخذ وقت اصلا. كل بنا لها، كل شيء له مدة بنا معينة. شوفوا هذا فيه 100 نحاس فل، وهذا قاعد يتعبه. اظني شبه يتعبه. اقول لك انت ما تبغى هذا كله، اعطني انا بنتج. تبغى تطول انت انتج حق المستقبل، انا بنتج حق اليوم. زين، 600 360. يعني كم بيت بقالي؟ بيت بقالي تعرفون شو نسوي؟ هي بيبقى لنا نحن نسوي الخرسانة. الخرسانة أكثر شيء يطول. نساعد راعي الخرسانة هذا ونسوي كمية أنا وأنتو. أوكي؟ أقدر أسوي 1000 مسمار، بس ما أبغى أسوي مسمار، أنا متأكد إني محتاجينهم. هاي كلها بيبوت. أوكي، وصلنا للأسلاك كل اللي نحتاجه تقريبا سويناه. خله هو ينتج الحين حق المستقبل. ونبقى 30 أظني. almost done. هذا almost done. ابي يخلصون لين نرد. بنشل كمية حصى 200. بنحاول ندف اعداد الخرسانة شوي اكثر. يعني نساعده. كبداية اظن بيحتاج مساعدة. زين، هذا قاعد ينتج. هذا خلنا نشله كله. هذا خلنا نشله كله. مو بوايد بس زين، بعد احسن ولا شيء. زين، خلنا نشوف كم عندنا هني، لانه من المهم جدا. اوكي، ما تملنا وايد. اولموست 200. واظني نحن نقدر نسوي 30 40 الحين. اي 34. لان كل ثلاثه يسوي لنا خرسانه واحده. بس وايد بنيت انا فوق. بس لازم اذا ببني بطريقه هاي بيكون مكلف اصلا في كل الاحوال. ما بيكون شيء رخيص ابدا، ما راح يكون شيء رخيص. بس عادي تسوي كراش وهاي، ترى لا تحاتون، لان اصلا هي ايرلي اكسس يعني، اللعبه تو فاتحينها. فبصير تحاسبون ليش يسوي كراش ما يسوي. واحده من الشغلات اللي يقول لك اياها يوم تشتري اللعبه ان عادي يسوي كراش لان ايرلي اكسس اصلا. فهاي موضوع ثاني. انا والله صراحه شكلي بسوي بيبي ست حق الخرسانه، لان الخرسانه او الخرسانة احسها ماشية تمشي زين. اذا يبالنا حفارة جديدة، والله نحن يبالنا حفارة جديدة، مش من هاي. لا، هاي يبالها تزويد ولا شيء، ما اعرف، بس لازم اسوي فيها شيء. لان هاي اللي ينتجون اوكي، شوفوا من الزيدة محصة بيتم ينتج وايد. بس هذا لازم ينتج له شو حصة اكثر. هذا الموضوع كله، ها لازم ينتج حصة أكثر.
بس مش وايد اللي هو الباقي اللي هو راح يكسر الظهر يعني. ممكن نروح نشيل شوي حديد ونسوي بيبات لان هذا يجهز لنا شوي خرسانات بيكون خلص. تصور هي هي هاي الخطة الزينة. خلنا نشيل الحديد لانه مستحيل الحديد داس يكفي. مش هذا يعني 65 4 اوكي هذا اوريدي ياس يستهلك كل اللي قاعد يدفع واللي هو وايد زين. في حسبات حقهم معينه هم يحسبونه كم ينتجون كم يوقفون كم يحطون كم يردون هالسوالف، بس انا ما متفيج. انا بنتج اكثر من اللي احتاجه فعليا، بنتج اكثر من اللي احتاجه صحيح. هذا هل افكر فيه اللعبة حاليا على ايبك جيمز، واللي ما يعجبني انها على ايبك جيمز ان ما اعرف شو ترتيب الوركشوب. نحن يوم على ستيم، الستيم الحلو فيه في وركشوب، الوركشوب ننزل مودات وهالسوالف، بس اتصور الناس اوريدي بتبدا تسوي مودات حق اللعبه. ما اعرف اذا الشركه راح يكون مرحبين في المودات، لان مشكلة المودات مشكلة الشركات ترحب في المود، بس احس هاللعبه هاي ما نلعبها بمودز اصلا، ما تلعبونها من غير مود مفروض. ما ادري انا احس بالطريقه هاي ولا والمفروض بالطريقه هاي، بس احس مش لازم، المفروض لازم مود، لازم ننزل شغلات غريبه اشياء تسوي اشياء وهالسوالف. اذا ما سويناها احس ما ينفع، ما اعرف ليش، بس احساسي الشخصي يعني هذا اللي انا اشوفه. زين قراب اول هذا ما في شيء، هذا متروس، ها هذا متروس ما قاعد ينتج. خلنا نشيل من هايل يوفر علينا شغل. هذا ما اعرف كم بيب بيسوي لي، بس المفروض يكفي لان من اخلص البيبات شو بنصير نسوي. ايوه يكفي وزياده، بسوي اللي احتاجه بالضبط، بس ما بسوي اكثر. سويت اكثر لان الواح والله ما ادري اسوي اكثر. لا توجد مساحه كافيه. صبر شوف عندي شيء ما ابغى، هذا ما ابغى، هذا ما ابغى، ورد ما ابغى، ترى هذا مخلوق فضائي ما ابغى، باقي ابغى. زين اخبار البترول بعد 127. اشوف هالاثنين يستهلكون نفس الشيء 127. والله حلو شفتوا كيف طول وايد. اوكي وايد اوكي قريب نوصل. تعرفون السيستم لين عدلوا مشاكلهم شوي، ان عدت انا كم من مره فتأدبت شويه. انزين قلنا نحن نسوي اخر 40 هاي 30 بعد نفس الكميه اللي قبليه 140، يعني بيكون حدود ال 40 لان نحن نخلص هايل بيكون خلص شو صديقنا هذا، خلص باقي اللي نحن نحتاجه. أما والخرسانة حلو انه ما نحتاج نسويها شيء ثاني. 47 اي اخر كم حبه بناخذها من عنده. مبدا ترى ما بكون خلصناه، يبالها سمان وايد عقب بيكون، بس انا براويكم بروسس البناء مش بالبساطه. انا حتى بعد ما نبنيه على اساس نفتح اللي عقبه لازم نجيب مواد حق منه حق اللي عقبه نطرش الفضاء ترى هي، فمش بالبساطة يكون شوي وايد يبالا. اهم شيء طابخ شديد الانحدار. كيف طابخ شديد الانحدار؟ ما نبنى ترى عودة بلية، يمكن ما يكفيه المكان. لحظة خلنا نوقف بعيد شوي. يمكن لازم نزيده شوي يمين يسار. خلنا نزيده 1 2 3 بزيد الصفة صفتين تي، بصير اني بالباقي بنصنع مو مشكلة. مشكلة وايد يستهلك هذا ترى مش شوي.
بس يكفي والله يكفي. طابق شديد الانحدار تم يعطيني من ساعة ما كان يقول هالكلام ترى. لازم احطه بشكل ثاني شكله. المداخل والمخارج يمين يسار. اذا حطيت المداخل والمخارج اماكن ثانية بس ليش الكمبيوتر بالعكس بيكون؟ ما هو نفس الشيء هنا. صراحة هذا استهبال شوي من الجيم احسه. بعد طبعا ما بخليه فاضي معلق في الهواء، هذا بنسوي جدران بخليه شوي واقعي. خلنا نشيل هايل كل شيء، بعبي هايل لان اظن هايل اصلا خلصوا للي ابوه هناك تقريبا. نبغى كم حبة نحن؟ نبغى 75 حبة بالضبط. بعدنا مطولين على 75 حبة. مطولين. لا مش مطولين وايد يعني، بس مال تحبيس بيستوي حق الانتاج. اوكي الباقي هذا بسيط. كم باقي؟ 30 حبة. ما اظن هاي تجمعوا لي، بس هاي اللي نقدر يعني نسويهم بسرعة. المهم الفكرة العامة يعني ان نحط نحن سفينة الفضاء هاي. دقيقة 12 خرسانة بس. هذه أبطأ شيء في اللعبة ينتج يعني، جربتها على كذا مرة بس وايد بطيء صراحة، وايد بطيء إنتاجه. الخرسانة دائما بنفس الشكل، إنتاج بطيء ومتعب. بس شكل بحط الفضاء بشكل أنا ما بحطيه، بس مو مشكلة، أهم شيء إنه ينحط حاليا. هو علته إنه وايد عود. وما نخلص اخر بحث طاف اسحب عليه سيفون بنفكه. شوف الطريقة هاي نحط بس. انا ابغى هذا الصوب. ايوه شوفوا. يا سلام. لعبة تعلق. الله يستر. انزين كيف كيم؟ حفظ اللعبة، حفظ اللعبة. يا سلام اي عجيب. شوفوا ول طبعا مرة بنركب فوقه حتى اذا حد بيسلم ما يستوي. انزين هذا عشان نفتح التير اللي بعده يبالنا 50 روتر و 75 لوح حديد مخور. طبعا بسوي شوي تعديلات انا على المصنع فعليا ذاك الوقت، بس هذا اذا اطلقناه بيفتح لنا النكست مال شو؟ مال الفحم اللي اقول لكم عنه، لان بنيه هني شوفوا بيفتح لنا ثلاثة وأربعة فيه الفحم وإنتاج الكهرباء. المهم هذه كانت حلقتنا اليوم، مشكورين على المتابعة دائما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.